الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد علمت بأنك الفرد الصمد، ما أنت بمولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وبعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده الصالحون عليه كما عبد الله ووحده وعرفنا به. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه، ما له شفعاء، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وتزيد أحسن الطيب طيبا، أنت مسه أين مثلك أين، وإذا الدر زال حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، يا طب القلوب ودواءها، ويا عافية الأبدان وشفاءها، ويا نور الأبصار وضياءها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير في هذه الجلسة القرآنية المباركة. وبداية فإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أخي الفاضل فضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان والعاملين بقناة الرحمة الفضائية، نقدم خالص التعازي لذوي الفقيد، ونسأل الله جل في علاه أن يتغمده بوافر رحمته وأن يسكنه جنات النعيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، ومن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وأدخله الجنة برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. ويشرفني أن يكون معنا في هذه السهرة الطيبة المباركة علم كبير من أعلام التلاوة، عبقري القراءة
حسن الصوت، متقن الأداء، صاحب المدرسة المتميزة في القراءة، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، القارئ بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي. نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والقبول، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صلى الله عليه وسلم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صلي على سيدنا النبي. تعليم. إن الذين آمنوا
إنما يسرناه بلسانك. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. والله يا سيدنا في جبهة نواعي بيوت نظيفة بسميها لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قبل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه
وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. صلي على سيدنا النبي، النبي صلوا عليه. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماء وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. حبيبنا منورنا، الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. سبحان علام الغيوب. تعليك يا ست. على رسول الله.
اهلا وسهلا. وانت استاذ الله يعزك، نتقبل من امكم. صلي على حضرة النبي. صلي وسلم وبارك عليه. طب اعمل ايه؟ لا ما فيش انا تصديق. قطعيه واحده. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. له ما في السماوات وما وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم، فإنه يعلم السر وأخفى. حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم
فاستمع لما يوحى
ربك فاخلع عنا بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع 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 لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما
وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ حاضر حاضر حاضر
رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به سعيكم جميعا. ويعني نعتذر عن السلام نظرا لامتلاء السرادق بالسادة المعزين، ونشكر لحضراتكم مجاملتكم، ولا أراكم الله شرا في عزيز لديكم. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة،
وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه خاصة إذا تلي هذا الكتاب المبين وهذه الآيات الطيبات المباركات النيرات بصوت عذب شجي نقي ندي كصوت مولانا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك القارئ بالإذاعة والتلفزيون في مصر والعالم العربي والإسلامي وإن شاء الله نلتقي به فجر الغد من مسجد النور فجر الغد يعني الليلة يعني ما هو فجر بكرة صح ولا لا هو فجر بكرة الليلة يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى نلتقي به من مسجد النور في تلاوة مباشرة عبر إذاعات مصر ونسأل الله له التوفيق والصواب والسداد والله ليست مجاملة لفضيلة الدكتور عبد الناصر حرك إذا وصفت تلاوته بأنه عبقري التلاوة حسن الأداء متقن للتلاوة والصوت يحكم تلاوته له مدرسة متميزة في القراءة يخشى الله عز وجل وهو يتلو القرآن الكريم أيها الحضور الكرام إن الصبر مطلب ضروري لكل مسلم فالحياة مليئة بالابتلاءات والله سبحانه وتعالى لا يبتلي العبد ليهلكه وإنما يبتلي العبد ليمتحن صبره وليمتحن عبوديته كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والصبر كما عرفه ابن القيم أيضا هو حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المصيبة فلا بد أن يتحلى كل منا بالصبر فلله على العبد صبر عند مصيبته كما أن لله على العبد شكرا عند النعمة وعند الفرح فنحن نذكر الله عز وجل في فرحنا وترحنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا يا مرحبا أيها الحضور الكرام في مثل هذه المناسبات لا بد لنا أن نذكر الله عز وجل لأن ذكر الله فيه شفاء للقلوب وفيه اطمئنان للنفوس
وليس أفضل للمسلم من سماع القرآن الكريم. الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان لا يطمئن قلبه إلا بذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر هو القرآن الكريم كما ذكرت، خاصة إذا سمعنا القرآن بهذه الأصوات الندية كصوت مولانا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك حفظه الله ورعاه ومن كل سوء نجاة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، والله سبحانه وتعالى هنا لي وقفة لغوية بسيطة مع هذه الآية حتى نعرف أن الله سبحانه وتعالى يقدر المسلم الذين يعمل المسلم الذي يعمل الصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، سأقف قليلا عند ثلاثة حروف. الحرف الأول هو الفاء، والفاء للسرعة والعاقبة. فالله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان الذي يعمل الصالحات فورا بقوله فاء. وهناك تأكيد أيضا من الله في قوله اللام فلا، لأن اللام في اللغة تسمى لام التوكيد، فلا لام التوكيد والقسم هنا، فلا نحيينه. والنون هنا أيضا هي نون التأكيد، أي أن الله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان الذي يعمل الصالحات فورا سريعا، ويؤكد على ذلك بقوله سبحانه فلنحيينه، فالجزاء من جنس العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنا مش مانش. ولنجزينهم، هناك تأكيد آخر باللام والنون، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب والعكس، إذا أعرض الإنسان عن ذكر الله عز وجل، وهذه دعوة من أخيكم إلى أننا لابد أن نلتزم بذكر الله في كل أوقاتنا، لأن الله يقول الله ذكرا ذكرا إيه؟ كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. فالذكر لنا، الذكر لمصلحتنا نحن، والله سبحانه وتعالى يقول لنا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. إذن الله يدعونا الذكر لمصلحتنا نحن. طيب والعياذ بالله، إذا أعرض الإنسان عن ذكر الله عز وجل، إذا اتجه الإنسان إلى كثير من اللهو والعبث، وحول حياته بدلا من سماع القرآن وذكر الله عز وجل إلى لهو وعبث، فما جزاؤه؟ هناك آية لو تدبرناها والله العظيم
لعلمنا مدى أهمية الذكر بالنسبة لكل مسلم. فكما ذكرت لحضراتكم الآية الكريمة التي أسلفت وقرأتها لحضراتكم والتي تعمل على اطمئنان القلوب، أنا هقول لحضرتك على حاجة. يعني كثير من البيوت، ولا بد أن نكون صرحاء، كثير من البيوت تعتريها المشاكل ويعتريها سوء الخلق والعياذ بالله بين الزوج وزوجته، وكأننا حولنا الزواج الذي هو سكينة وطمأنينة حولناه إلى عكس ذلك. ولذلك الله يقول لنا إيه؟ ومن أعرض عن ذكري بسوء الخلق بقى في التعامل مع الناس، بسوء الخلق في التجارة، بسوء الخلق في خصام أبنائه، في خصام زوجته، في خصام جيرانه، بسوء الخلق في التعامل مع زملائه في العمل، بالبعد عن الله عز وجل والبعد عن سماع القرآن. والله كنا شبابا وكنا أحيانا نستمع إلى الأغاني وغيرها، نسأل الله أن يعافينا. الآن أقسم بالله أنني لا أتوق أبدا إلى سماع أغنية أبدا، ويشكيني ويحقق لي المتعة التي أريدها إذا استمعت إلى صوت كصوت مولانا الدكتور عبد الناصر حرج، يحقق لي متعة كبيرة، يفتح القلب ويشرح الصدر. أما إذا ابتعدنا، شوف جرب كده في محلك، افتح القرآن كده واسمع إلى صوت النبي جميل كده وشوف البركة التي تحل عليه. في بيتك اسمع القرآن كده وشوف البركة التي تحل عليك في بيتك. اسمع أخوك، نصيحة من أخوك، هي موعظة بسيطة لي ولكم أيها الأحبة الكرام. اسمع كده القرآن الكريم بصوت جميل يدخل قلبك وانت في سيارتك. سيبك بقى من أغنية وسيبك من الكلام ده كله، اسمع كده، هات الشريط أو الاسطوانة أو الفلاشة وحطها في سيارتك كده وشوف المتعة. والله لو كان الطريق طويلا لقصر بسماعك للقرآن الكريم، وبدون ذلك والعياذ بالله زي ما ذكرت لحضراتكم، ومن أعرض عن ذكري، والله الآية دي تخوف، فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. تاني يا جماعة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فين؟ في الدنيا. طب في الآخرة برضو جزاؤه، ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. ده البعد عن الذكر، البعد عن القرآن، البعد عن العلم، البعد عن الله. أنا مش بقول من عندي، إنما بقول قال الله، ليش دعوة، مش من عندي خالص.
كلام من القرآن الكريم، ومن أعرض عن ذكري فإن برضو جت فاء هنا برضو السرعة، وجت إن هنا للتوكيد، له معيشة ضنكا، معيشة في الحياة الدنيا مش هيرتاح أبدا، لا يمكن يرتاح. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أنا ليه عينين يا رب؟ طب انت خلتني أعمى ليه يوم القيامة؟ ده أنا بشوف أو كنت بشوف في الدنيا وليه عينين. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أنا كنت مبصر في الدنيا، دعنية كانت كده هو، فربنا لا، ده أنا كنت مديك عينيك ديت علشان تشوف بيها حلال، وعلشان تستمتع بيها في الحلال، وعلشان تبعد عينيك دي عن الحرام، علشان حياتك كلها تبقى حلال. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا. قال كذلك، ربنا اللي بيقول له أتتك آياتنا. طب عملت إيه بالآيات بتاعتنا ديات؟ قعدت سمعت كده ودخلتها قلبك وعملت بيها؟ لا لا، ده انت فضلت في لهو طول عمرك، وفضلت معرض عن آياتي ومعرض عن ذكري ومعرض عن الصلاة ومعرض عن العبادة وتلهو مع اللهو في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا. عملت ايه؟ فنسيتها. النتيجة وكذلك اليوم تنسى. هذه نتيجة للإنسان الذي يعرض عن ذكر الله، فهذه دعوة من أخيكم خالصة لوجه الله عز وجل في هذا المكان الطيب المبارك، أن نذكر الله ذكرا كثيرا آناء الليل وأطراف النهار، وأن نعيش مع أهل القرآن حتى يحشرنا الله معهم. فأهل القرآن كما تعلمون جميعا هم أهل الله وخاصته. حد يتمنى إن هو يوصل إلى هذه المنزلة الكبيرة أن يكون من أهل الله وخاصته؟ أيوة، إذا أنت تمنيت أن تكون من أهل الله وخاصته فكن مع أهل القرآن وأحب أهل القرآن وامشي مع أهل القرآن واذكر ربك مع أهل القرآن حتى يحشرك الله معهم. فالأمر إنسان يحشر دائما مع من أحب. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يرزقنا جميعا حب القرآن، وأن يملأ قلوبنا بالقرآن وعقولنا بالقرآن، وأن يعيننا على العمل بآيات القرآن. اللهم يا رب بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في زوجاتنا، وبارك لنا في أعمالنا يا رب العالمين. ربما هذا الرجل الطيب
حاج حسن أبو معوض رحمه الله كان كما سمعت، أنا لم أره ولا أعرفه، كان رجلا كما سمعت من أهل هذه البلدة محبا للخير ومحبا للناس. وشوفوا العدد الكبير جدا من الناس الذي حضر في جنازته، فهذه شهادة له. والله لقد شهد الناس جميعا أنه كان من أهل القرآن ومن أهل الذكر. اللهم وأمنوا معي يا إخوة حتى يغفر الله له. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وجوارا خيرا من جواره. اللهم نور قبره واجعله روضة من رياض الجنة. يا رب نور قبره واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم يا رب اجعل هذه الليلة أسعد لياليه، وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ويشرفني أن أقدم أخي وحبيبي، أنا بحب الدكتور عبد الناصر حرك قوي قوي، استضفته أكثر من مرة على شاشة قناة الرحمة، وكان عندنا سنة 2014 أو 2015 تقريبا يا دكتور قرآن الفجر، عملت بفضل الله 33 قرآن فجر في مساجد الجمهورية، وقرآن الفجر في رمضان زعناه في رمضان 2015 تقريبا، واستضفنا الدكتور عبد الناصر حرك والأستاذ وائل حرك. على فكرة الشيخ وائل من الشخصيات الرائعة جدا، أدب واحترام، ومن أهل القرآن فعلا، الشقيق شقيق الدكتور عبد الناصر، ويا عائلة طيبة ومباركة زرتهم في بيتهم فلم أجد منهم إلا كل حفاوة وترحيب واحترام وكرم. وله مسجده الملحق ببيته استضفنا فيه وصورنا فيه قرآن الفجر، وكان معنا الشيخ قطب الطويل حفظه الله، وكان معنا الشيخ شعبان عبد الجيد مبتهلا، وكان يعني يوما من أجمل الأيام التي قضيناها في الذكر وفي حب القرآن وأهل القرآن. ودكتور عبد الناصر حرك له يعني ما لا يعلمه الناس، ان هو له قبول وشهرة عالية جدا 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 خارج مصر. يعني شوف تلاوات الدكتور عبد الناصر حرك في اسيا، في افريقيا، في امريكا، في استراليا، في كل دول العالم، وبيستضيفوه. ده كويس ان هو في مصر اليومين دول وفزنا به يعني. فنسأل الله جل في علاه ان يوفق بما حببنا في القرآن الكريم، ونسأل الله جل في علاه له التوفيق في قرآن الفجر الليلة من مسجد النور في العباسية، ونستمتع كده كما نستمتع به في هذه الليلة الطيبة.